أو أولاً نحن في المكان المخصص للتجمع أمام مبنى البرلمان الأوروبي، وتفصلنا ساعة من بدء الموعد المقرر للتجمع، ولكن كما تلاحظون الشرطة تقوم بتفتيش المشتبه بنيتهم المشاركة في هذه الاحتجاجات وتوقفهم بهذه الطريقة، تفتش ثم توقف الناس، وهذا تكرار للتكتيك الذي استعمل الأسبوع الماضي حيث احتج حسب التقديرات الرسمية. إذن هو تفتيش روتيني وليس اعتقال. تم اعتقال 450 تقريبا، توقيف في الأسبوع الماضي احتج نحو 1000، اعتقل نصفهم، تم توقيف نصفهم، وهذا ما يعني التكتيك الأمني للإحباط المبكر، وتحت عنوان عدم السماح لأي تجاوز، خصوصا وأن هذه الاحتجاجات أو هذه التظاهرات غير مرخصة. نحن أمام تكرار سيناريو الأسبوع الماضي، اعتقالات إدارية بالجملة قبل حتى الموعد المخصص للبدء التفتيش. نحن في هذا المكان، ولكن التفتيش أيضا يتم في أماكن أخرى. ما تشاهدونه من توقيف مباشر هو جزء من جملة توقيفات، لأن هناك فرق شرطية أيضا على مداخل بعض المحطات القطارات وبعض المفترقات توقف، وهناك حافلات تنقل إلى أماكن أخرى. الأسبوع الماضي كان المشهد هكذا بدأ بإيقاف الناس، ولكن حتى نفهم استخدام حافلات تنقلهم إلى أماكن توقيف الاحتجاز. ربما يطلق في بعض الأماكن حينما يتم اعتقال الشخص ونقله إلى مركز شرطة أو ما إلى ذلك، ولكن ما تقصده ربما هنا الإيقاف الفيزيائي في المكان ذاته بقصد ربما إحباط أي شكل من أشكال التظاهر كما تشير. هل هذا ما نفهمه؟ هو توقيف إداري، بمعنى يفتش ثم يقال له بأنك موقوف، يوقف إلى أن إلى أن تأتي حافلة ثم تأخذهم إلى مكان مخصص، بمعنى أنه يتم توقيفهم ليس توقيفا موضوعيا في المكان، وإنما ينقلون إلى أماكن أخرى. لكن هذه الأعداد الآن تزداد مع مرور الوقت، وهناك أعداد في اتجاهات أخرى، وهذا ما يسمى بالتوقيف الإداري وليس التوقيف القضائي. المرة الماضية 450 توقيف إداري، أي بدون تهمة وبدون الحاجة لتوجيه تهمة أيضا، لأن المسألة إداريا. 10 فقط الأسبوع الماضي قد أوقفوا قضائيا، بمعنى أنهم شوهدوا أو ثبت بأنهم قد مارسوا نوعا من العنف، سواء بإلقاء الزجاجات الفارغة أو الحجارة أو التكسير خلال هذه الاحتجاجات. ولكن هذه هي الغرابة في التكنيك البلجيكي، ربما الأعداد القليلة والمحدودة التي لا تتجاوز المئات تساعد الأجهزة الأمنية الموجودة بكثرة على التعامل بهكذا تكنيك، بوقف نحو النصف المحتجين الأسبوع الماضي، ولا ندري إذا ما كانوا سيستطيعون توقيف النصف هذا الأسبوع، لأن هذه ثالث مرة. طيب سلامة، أيضا أصحاب السترات الصفراء في المرة الأولى، أن هذه المجموعة الموقوفة يعني لا ترتدي السترات الصفراء، هناك من يحملها ربما معه في يده بشكل عابر أو بشكل يستعد لأن يرتديها ربما، هل هذا أيضا أحد مطالب قوات الأمن التي تقوم بإيقاف هؤلاء؟ إذا سمحت أعد السؤال لأنني لم أسمع. يعني كنت أتساءل حول أن هذا أمر ملاحظ، عدم ارتداء هؤلاء للسترات في هذه اللحظات، هل هو أحد مطالب قوات الأمن؟ هل يأمرونهم بعدم ارتداء هذه السترات؟ لم يحن موعد الاحتجاج بعد، وهناك توصيات عبر مجموعات التواصل بين المحتجين بإخفاء السترات الصفراء قبل الوصول، ولكن الشرطة تقوم بالتفتيش، وبالتالي إذا ما تمت يعني لمطابقة المعايير أو التواجد في بعض الأماكن، ربما اصطحاب سترة صفراء، بعض الأمور يعني تجيز حسب معايير التوقيف الإداري للميدانيين من رجال الشرطة التوقيف، وهذا ما يحدث
بالضبط، يعني ليس وربما ليس منهم من لديه نية بالمشاركة في هذه الاحتجاجات، لأن لا أحد يمكن التأكد من أنه ينوي الاحتجاج حتى ولو كان يحمل سترة صفراء، لأن سترة صفراء في أوروبا إلزامية لسائق الدراجة وإلزامية لكل الناس، فبالتالي في كثير من المواضع أقصد، فبالتالي أن تصطحب سترة صفراء فهذا شيء طبيعي، أحيانا أن تكون لديك يعني سترة مقيمة في حقيبتك هذا شيء طبيعي في أوروبا. الآن هذه المرة أرى أن الشرطة تعيد توزيع البطاقات، لأنهم أخذوا بطاقاتهم، يبدو أنهم حصلوا على المعلومات اللازمة ثم يعيدون هذه البطاقات. الأسبوع الماضي كان يضعون البطاقات، كل شخص كل ما يملك كل ما لديه من مقتنيات سواء أوراق ثبوتية أو مال أو محفظة يوضع في كيس بلاستيكي ولا يأخذ. يبدو أن هناك حافلة قد قدمت الآن لأخذ من تم توقيفهم أو الإخلاء، يعني الآن هناك أوامر لرجال الشرطة، يبدو أن هناك أمرا غير واضح تفاصيل حتى هذه اللحظة، لأن التحركات بدأت تأخذ يعني شكلا إلى حد ما. طيب ربما يعني السرعة. يفهم أن التعامل مع هذه المجموعة وكأنها إحدى قيادات هذه التظاهرات، بما أنهم يقدمون قبل المجموعات الأخرى لا نعرف حتى الآن. سلامة، أود أن أتساءل حول يعني التجاوب الرسمي من قبل الحكومة التي يعني هي متهمة أيضا بهذه المطالب، بموجب هذه المطالب هي متهمة بزيادة الأسعار وما إلى ذلك والضرائب، هل من تجاوب بشكل أو بآخر من قبل الحكومة؟ ليس هناك أي تفاعل بالمعنى السياسي العملي، هناك اهتمام بهذه الحركات الاحتجاجية، ولكن إذا ما كان هناك تواصل مع من سيتواصلون وحجم الاحتجاجات الحاصلة وحجم القدرة الأمنية على ضبط هذه الاحتجاجات لا يرغم الحكومة ولا يضغط عليها باتجاه التنازل أو تقديم بعض المطالب أو يعني توفير بعض الاحتياجات أو يعني إلى آخره الانسياق أمام هذه المطالبات كما حدث في هذه باريس. اللحظة ليس هناك ضغطا كاف، ليس لا يشبه تماما ما حدث في باريس. اليوم الشرطة حاولت أن تقلل من قدرة هؤلاء وإن كانوا بأعداد محدودة على شل حركة السير في العاصمة بروكسل في المرتين السابقتين، وإن كانت الأعداد أيضا محدودة إلا أنهم أحدثوا شللا كبيرا في حركة المرور. هذه المرة تحاول الشرطة يبدو متسلحة بالثقة، ثقة النجاح في التعامل مع المرة الماضية بقدرتها على ضبط الأمور دون الحاجة لإغلاق طرق رئيسية. وأيضا هناك شبكات تأمين، هناك شبكات من رجال الشرطة يحيطون بالمكان المفترض أو المعلن عنه كمكان للتجمع.